المؤمنين خذني إلى قبر أبي وديني القبر أبويا. يقولها آخر واي زرتي قبر النبي، يعني كل ساعة الزوري كل ساعة الزوري كل ساعة الزوري، كافي يا أم الحسن والحسين، أنا أخاف عليك مو على زيارتك، بس أنت من ترحين يوم قبر أبوك ما تدري إيش يصير بيك، أنت ما شايفة حالك شلون صرتي. هي تقول كيف أحمل وقد صرت كالخيال وقد جف جلدي على عظم، هي تقول. فقالها أنت ما تدرين شلون صايرة، ما تدرين بروحك شلون صايرة، وتردين تمشين القبر أبوك. قالت له خذني إلى قبر أبي. قالها ما يخالف، إلزمها من عيدها يجيبها القبر النبي تقعد على قبر أبوها تأخذ تراب الشمة تشم قبر أبوها. تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، صبت علي مصائب لولا صبت على الأيام صرنا ليالي يا أبويا. من ترحون الزورون قبر النبي ذني الأبيات قروهن، أنا قاريهن، أنا من زرت قبر النبي بيني وبين روحي، يعني أنا بصف قبر النبي ظليت أتمتم بيهن أقراهن، أقول له حتى ما تنظر لي أنا وجهي أسود ذنوب وآثام ما أستحق تباوع لي، بس من أقرأ لك أبيات بنتك الزهراء تباوع لي، أدري تباوع لي كرامة للزهراء مو إلي. فذني حفظوهن من ترحون قروهن، من تصير قريب من يم النبي قل لبنيتك بقلبك، قل له قل لبنيتك هتشي قالت من كانت تقعد يمك، تقول له بس غاب شخصك يا ولينا. قروهن اخذوا حشايته قروهن، يا بس غاب شخصك يا ولينا علقت رواية الشر علينا. شلون يا حبيبة المصطفى؟ والله بس غاب شخصك يا ولينا علقت رواية الشر علينا، اجانا الصهاكي وشياطينا، يا بعجان الصهاكي وشياطينا وياهم حطبهم شايلينا. الله لا يبطيهم، يا بوياهم حطبهم شايلينا، انا ليه طلعت ولها وحزينة. اويلي عليك اويلي عليك اويلي عليك، انا ليه طلعت ولها وحزينة. قلت له ايش عندك جاي لي انا، وش عندك جاي، ايش رايك الاطفال خوفتهم، ايش رايك الله ما تخافوا انتو، اكو مرة ابوها البارحة مات اليوم تحرقون بيتها، هاي بدل عظم الله لك الاجر احسن الله لك العزاء البقى براسك. اي ملة يا بائجان الصهاكي وشياطين وياهم حطبهم شايلين، انا ليه طلعت ولا وحزينة. قلت ليش عندك جاي لي انا، وكل يوم قلبي مروعينه، يا بكل يوم قلبي ملوعينه مروعينه، ابويا من شافني المشرج بدينه ردني وسطر خدي بيمينه، شلت يمينه ويا ردني ردني وسطر خد بيمينه. شوفوا يا ناس عمي انتو هذا الحكي صحي ولا؟ عادت تفقد ابوها يجونها، عادت تفقد ابوها يجونها الناس وعلى مصابها يواسونها، صحي ولا؟ عادت تفقد ابوها يجونها الناس وعلى مصابها يواسونها، ياهي مثل دارها يحرقونها، والله ياهي مثل دارها يحرقونها، وعلى دمعة عينها يسطرونها، مويا وعلى دمعة عينها دمعة عونا يصدرون.
شقرا لك بعد، شقرا لك بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا كان الزكية تلوذ بالباب، يقول الشاعر، إذا كان الزكية تلوذ بالباب حتى ما تصدها عيون الأجناب، والله إلى جناب زينب لاذت بدخان الأطناب. وإذا جان الزكية تصيح يا 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 أبويا يا يا الله الله. وإذا جان الزكية تصيح يا 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 زينب من تصيح بصوت تنصاب. قلبي ما يطيني ما اقرا لك بعد بيت واختم بيه حتى الملا يقرا الله يحفظه. اريد هذا قلبك تحرق لاهل البيت. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عباده، وكتمان سرنا جهاد في سبيل. يقول الامام الصادق عليه السلام، شيل اللي همهم عليهم السلام. ذنت منها المنيه زينب قاعده تبكي يمها طفله، طفله امها صغيرونه، طفله صغيرونه امها تبكي عليها، وتشوف الزهراء تلوج تلوج تلوج. فزينب تقلها يا بعد عيون زينب، شني تردين شني تردين شني ليوجعك يمه شتيسي. يا بعد عيون زينب شني تردين شني ليوجعك يمه شتيسين. اشوف انك على ضلوعك تأشرين وللباب بعيونك تصدين. ايش قالت لها الزهراء؟ وللباب بعيونك تصدين. تقلها اوصيك بوصيتي ان يمه يا زينب موش تنسين. حبيبتي مو تنسين، اتذكر بنيتي ها هاي من تكبرين. يمه يا زينب موش تنسين، لو يوم يمه يغدر البين وتلتم عليكم ناس صابين صابين، كشفي لي صدره وشمي الحسين. يمه كشفي لي صدره وشم الحسين الحسين الحسين. تفضل حبيبي.